زميلتي وصديقتي الفنانة سعيدة شرف لونسمون ديال الألبوم ديالها ديال والسينجل ديالها ديال العرس في دارنا. فكنتمنى لها التوفيق، حاجة كتشرفني لأنه ما تحتليش الفرصة أنني نحضر معها في كثير من الألبومات لأنه كنكون يا إما خدامة ويا إما مسافرة. فاليوم تحت الفرصة رغم أنني مريضة ولكن جيت باش نقول لها بون كوراج بون كونتينياسيون، الله يكمل عليك بالخير. ومناسبة زينة هذه لأنه تزامنت مع يعني ترخيص الحفلات الأعراس في بلادنا، فألف مبروك عليها وألف مبروك على جميع المغاربة والله يكمل عليها وعلينا بالخير يا رب. بالنسبة لحصولي على جائزة أحسن ممثلة درامية سنة 2021 عن مسلسل بنات العساس، فهو كان واحد الفرحة لا توصف، واحد الفرحة كبيرة بزاف. اشتغلت عليها كيف تنقولوا حنايا، درت واحد المجهود كبير في الشخصية باش أنني نقدر نوصل أنني نقنع الناس بالمعاناة اللي كتعانيها حنان. النجاح ديالها، النجاح ديال الشخصيه ديال حنان بدا كيبان ليا من اش غادي نقول لكم، من الحلقه العاشره الحلقه 12. فبديت كنشوف كنستقبل رسائل كثيره في الانستغرام ديالي ولا في القناه ديالي في اليوتيوب، الناس حابين الشخصيه حابين المسلسل، تعاطفوا مع جميع الشخصيات، كل واحد من المغاربه حس راسه في شخصيه معينه، فهذا الشيء فرحني بزاف بزاف. بالنسبه لشخصيتي، شخصيه حنان، فصراحه كثير من المواقف اثروا فيا وكثير من المواقف بكاوني، انه انا تنعقل على انه من بين الحوايج اللي اثروا فيا بزاف هو الحلقه اللي كانت فيها حنان مع بنتها وتتهضر معها وتتقول لها انا امك انا باك انت بنتي ديالي بوحدي. فوصلوني بزاف ديال الرسائل من امهات اني الصراحه كيبكيو. اكثر رساله وجعتني وجعت لي قلبي هي واحد سيده كتبات لي قالت لي انا حنان، وهذا الكلام اللي قلتي انا حافظه باش يجي واحد النهار غنقولو تا انا بنتي، لانه انا عشت بنتي بلا اب دابا 4 سنين هذا. فتخيلي ما تصوريش قداش كان داك الاثر ديال ديك الكلمه اللي قالت على قلبي كبير. علاش؟ مسبب رئيسي ان داك الكلام اللي قلته انا في هذاك المشهد كان كله امبرو، كان كله ارتجال، يعني هو ما كانش موجود في النص الاصلي. يعني شنو قلت مع راسي بانه كثير من الحوايج كيخرجوا من القلب، يعني ربما وضعت نفسي في بلاصه ديك الشخصيه، غير هو ما سميتهاش حنان، ربما دنيا وقالت داك الكلام، وهذاك الكلام قدر انه يوصل للناس فاثر فيهم وكثير من النساء. فالتتويج جا كمل هذه الفرحه ديالي، لانه قلنا بانه الحمد لله تمكننا اننا من خلال شخصيه حنان انني نوصل الحمد لله لقلوب المغاربه. وهذا التتويج في حد ذاته بالنسبه لي انا تكليف، لانه من هنا القدام محتم علي انني نختار ادواري بعنايه، واكيد ان شاء الله اننا القادم ان شاء الله كنتمنى انه يكون احسن واحسن يا رب. وشكرا للجمهور المغربي على تتويجه المسلسل بنات العساس كاحسن مسلسل. فهمت شنو بغيتي تقولي؟ شوفي هو كثير من فين ما كاين صاحبك كاين عدوك، انا قلتها، وانا ما يمكنليش نشتغل في وسط انا ما مرتاحش فيه او كاستينغ انا ما مرتاحش فيه، لانه اول حاجه انا كنسول عليها هو الكاستينغ الا كانوا فيه فنانه ديال بصح والناس كيبغيو الدومين ديالهم، فاكيد انه العمل كله كيدوز زوين. وهذا ما طرف مسلسل بنات العساس كتشتغل مع يعني ناس كبار بزاف 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 في اخلاقهم في تعاملهم في حبهم. دونك شتي حتى النجاح ديال شخصيه حنان ما كانش يمكن يكون نجاح لو كان ما كانتش منافتو، عطاتني داك لو جو ديال فريمون اختي الحنينه فيا، ما كانش يمكن يكون لو كان ما كانش قسوه الاب اللي هو سي عبد القادر عيزون، ما كانش يكون لولا انهيار الام
ديك الأم الضعيفة المغلوبة على أمرها فاطمة حركات. فكثير من النجوم أو حتى الامرأة اللي رغم البوفوار ديالها ولكن هي مغلوبة على أمرها سعاد خوي، فكثير من الحوايج تلقاو باش قدروا يعطيو النجاح ديال 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 هاد ديال هاد الشخصية اللي كيف قلت لك اللي البيئة ديال الاشتغال فيها كانت هي السبب في نجاحها وصولها القلوب المغاربة. زكريا هو صديق ديالي، وأول ما دخلت من البرتغال عيط لي قال لي دنيا بغيتك معايا في الكليب وغادي نشتغل على واحد الفكرة ان بو سوريالية. يعني أنا جو نو سوغي با موديل في الفيلم، يعني موديل أني كتشطاح وكتغني نو. فجلست أنا وياه قلت له زكريا بغيت نسمع الأغنية، صيفت لي الماكيت وسمعتها، وأول ما سمعتها بكيت. علاش؟ لأنه الكلام ديالها كيقيس في كتير من الناس، ربما أنا قاسني كتر لأنه كنت مأثرة بيه، مريت بكتير من الحوايج فيه. فعيت له قلت له زكريا أنا معك إن شاء الله الرحمن الرحيم، تحدد الوقت اللي غادي نصوره فيه الأغنية وأنا معك. وفعلا مشيت وصورت معاه الكليب، والحمد لله والشكر لله فرحانة ليه بزاف. ما تصوروش قداش أنه الكليب ديالو نجاح، الأغنية ناجحة بزاف، وهو يستحق. صديق ديالي وكنحييه من هاد المنابر ديالكم، كنحييه وكنتمنى له التوفيق إن شاء الله الرحمن الرحيم ومزيد من التألق إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.